عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على غار بن شعلان. ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء صراحة جميل، شيء يسعد، شيء رائع، يستاهل العنوة. والأجمل طريق ممهد، جايين في سيارة صغيرة، يعني ما تقول يبينا جيب، تراه بوسط البر مشينا، يجي لنا ما يقل عن 20 أو 25 دقيقة داخل البر. طرق متعرجة لكن الأرض بفضل الله واسعة مرتبة مزينة، والمكان متعوب عليه مثل ما تشوفون. موجود على جوجل ماب، اكتبوا غار بن شعلان او كذا. وش مكتوب ابو حمد باللوحه؟ غار بن شعلان. احنا بالمصادفه واحنا نمشي على الطريق العام شفنا لوحه ارشاديه، قلنا نروح نستكشف، وهذه استكشافياتنا. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، هنا في فجوه، سبحان الله العظيم. أشكر القائمين على هذا المكان الجميل، شيء جميل، شيء ممتع، شيء رائع. وخلونا ندخل بالمغارة. هاي أبو حمد يبي له كشته، مخطط له، يبي له استعدادات، ما يبي له جيد كذا. في 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 الفرش خلينا نجلس إن شاء الله يا أبو حمد. صراحة ممتع. ولا برميل مندي بعد ابو حمد، يا ناس يستاهل العناء، يستاهل. ما شاء الله تبارك الرحمن، تخيلتوا هذا المنظر الجميل. اخذ بكم جولة، شوفوا شيء جميل صراحة. هذا علاق ملابس، شوفوا هذه المغارة. بس في ملاحظة صراحة يؤسف، الكتابات اللي ما أدري وش تفكيرهم. اتقوا الله يا شباب، الموت قريب، اتق الله أنت في هذه الأماكن العامة، واترك العبث. إذا يعني عندك موعظة اكتبها بلوحة مرتبة وطقة. و هذا إساءة للأماكن العامة، لا تنسى كفارة المجلس. هذا بيض الله وجهه، اجتهد وشوفه، جاب حجر وكتب عليه الحمد لله رب العالمين وعلقه. هذا ما بيض الله وجهه ويشكر على الشيء هذا، يعني ما حاس. ما تيجي تكتب على وتلاحظون سبق وطمس كتابات ويرجعون ويكتبون. هذا بيض الله وجهه، كاتب بحديده ومثبته هنا، سبحان الله، الله يجزاه خير. عموما بالنهاية اجتهادات. هذا أجار ما شاء الله تبارك الرحمن، وكاتبين إن القبلة، يعني هذا مجلس. يبي لنا كشته محترمة هنا. وأعتقد والله أعلم وقت الأمطار هذا يصير مجمع للمياه زي ما تقولون بحيرة، لأنه لكن بنجي إن شاء الله بوقت مطر يكون الإطلالة، أو بالأصح هذا بيكون نزول الشلال، وهذا أعتقد أنه يمتلي بالماء. برضو أباخذ لكم مسيرة على هذا المكان، تشوفون التنوع والجمال، وما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا سبحان الله العظيم، هذا مجرى للسيول، مجرى السيول يتجه إلى المنحدر. وهذا المكان عن قرب ما شاء الله تبارك الرحمن،
شيء ممتع، شيء جميل، شيء رائع. والأجمل زيادة اهتمام أهل المنطقة. طبعا احنا قريبين من محافظة الحريق، طالعين احنا من شقرة وشيقر متجهين لسدير، بالمصادفة شفنا لوحة وتوقفنا. وشوفوا الجميل، فيه حيويات للحفاظ على البيئة، وفيه برضو أكرمكم الله دورات للمياه وفرشات للصلاة. مكان رائع 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 جدا 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 جدا، يستاهل العنوة. دق سلف لا يردك إلى المكان، سيارة صغيرة توصل. الموقع غار بن شعلان. استودعكم الله، إلى أن نلتقي بكم في حلقات أخرى بأمان الله.